الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل الساده مشاهدينا في كل مكان، وحلقه جديده ان شاء الله من برنامج المطعم. هنعمل النهارده فتت زبادي او فتت فراخ بالزبادي، تعجبوه جدا. اكله شاميه محترمه وسهله وخفيفه وتتاكل كده سريعه الهضم. هنشوفها النهارده مع بعض. وهنستخدم النهارده برضو، هنعمل النهارده تارت سابليه، سابليه المانجا. هنعمله النهارده، العجينه نفسها هنعملها في الكبه، وبعد كده هنبدا نعمل لها حشوة محترمة جدا، وبعد كده هو هنبدأ نعمل المانجا. وعندنا عصير ليمون هنعمله على الطريقة البرازيلية، إن شاء الله تعجبكم جدا. أي سؤال أو أي استفسار، رقم التليفون قدام حضراتكم، ده رقم أرضي سهل جدا التواصل معانا خلال برنامج المطعم كل يوم من 11:30 إن شاء الله الواحدة، بقى معاكم 02-835-227. يلا نتبل الأول الفراخ، يعني هي ديت اللي هتاخد وقت كده، نتبلها وبعد كده نبدا نخش في بقيه الحاجه ومكونات الفته. يعني عندي صدرين فراخ هنجيبهم، وعشان هبدا ان انا اقطعهم كده شرايح ونحطها ونشوحها بطريقه سهله جدا وتتبيله بسيطه قوي، وبعد كده هنبدا نحطها عندي على العيش والرز، وبعد كده نبدا نحط عندنا صوص الزبادي اللي هنحطه على الفته من فوق. هنزل مقادير ونشوف هنبدأ ازاي. يبقى البلانشا مقادير قدام حضراتكم على الهواء عشان ايه نبدأ أول حاجة. بسم الله، بيه صدور الفراخ، عندي 2 صدور فراخ اهي. هنبدأ نعمل لها تتبيلة، مية بصل، مية طماطم، شوية ملح وفلفل، وشوية بهارات فراخ، وهندي لها برضو معلقتين 2 من الصويا صوص. بعد كده اهوت عندي ده الرز، رز بسمتي جايب كيلو ونقعينه لمده ساعه، رز بسمتي مغسول ومنقوع لمده ساعه. بنديله بصلايه، بنديله شويه بهارات، شويه كاري وشويه كركم ومكعب مرق، وبعد كده بنبدا نعمل، نجيب عندنا الخبز الشامي برضو بقطعه عندنا مكعبات عشان هنبدا نقلي في الزيت او نحمصه في الفرن. بس العيش الشامي بالذات لما يتحمص في الفرن بيبقى ناشف جدا، فانا بديله كده تشويحه كده يعني قاليه كده في الزيت وياخد لون ذهبي، وبعد كده من ايه بنطلعه مع بعض. بعد كده اخر حاجه خالص الصوص الزبادي بقى، مايونيز. بعد كده عندي زبادي المراعي هنستخدم منه علبه الربع كيلو، وبعد كده عندنا شويه توم باودر وشويه ملح صغيرين. بس خلينا نشوف نبدا اول حاجه ازاي. ادي صدور الفراخ اقطعه، اهو صدر كبير اهو، اقطعه اخد حته الفيليه ديت نخليها كده في جنب، هشتغلها طبعا. وبقيت صدر كده نقوم واخدينه على 2، وبعد كده نبدا عندنا نعملها التتبيله بتاعتها اللي هنبدا ان شاء الله نشتغل بيها. هجيب بقى عند الكبه ونحط فيها بصلايه، يعني دي اول حاجه خالص هنبدا ان احنا نشتغل فيها اللي هي التتبيله بتاعت اللي هي الفراخ نفسها. صدور الفراخ بتبقى فيها لزوجه، مهما كانت الصدور اللي انت جايباها من شركات كبيره لازم تتغسل، لازم تتغسل وتتنقع، وما تزوديش فتره النقع بالذات في صدور الفراخ. كتير قوي بنات لسه متجوزه يخشوا يقول لك ايه تبقى زيها زي الفرق، لا، صدور الفراخ الالياف بتاعتها لو خدت ميه كتير دي ما بتبقاش حلوه. فانت صدور الفراخ بتتغسل كويس قوي، وبعد كده بتنقع بالظبط مش اقل من 5 دقائق عشان الالياف اللي جواها ديت ما تشدش ميه كتير وبعد كده تفتل منك لما تيجي تاكليها ما تلاقيهاش طريه بسبب موضوع ان انت بتنقعيها كتير. في ناس بحس بلاقيها بتنقعها كتير جدا، لا ده غلط، هي 5 دقائق بس. وبعد كده بنبدا نشتغلها على طول. عندي البصلايه اهيت، طماطمايه اقطعها برده مكعبات، وبعد كده نقوم حاطين عندنا الكبه. حلو الكلام ده قوي. اجيب بقى ايه بوله واعصر الباشا ده كده كويس قوي، البصل والطماطم. طيب والباقي ده هنرميه؟ لا، التفل ده يا باشا هستخدمه للايه؟ للرز، فانا مش هرمي حاجه، يعني التفل ده الباقي ده هنستخدمه للرز، فمش هنرميه ولا حاجه.
نقوم سايبينه هنا كده في جنب. وهنا بقى بقوم واخد عندي شويه من البهارات عشان ايه، احنا هي زي هنشويها كده بالظبط، معلقه كبيره او معلقتين من الصويا صوص. باخد عندي شويه ملح، فلفل اسمر، ماشي كده بقى التتبيله بقت تمام تمام يعني. ممكن نديها شويه زيت صغيرين، شويه زيت ذره كده، تكون التتبيله بقت تمام التمام. ناخد بقى الحاجه ديت صدور الفراخ ونقوم حاطينها هنا، بسيبها شويه كده حلوين، وبعد كده ايه نشوحها. بعد ما تتشوح عندي على النار وتستوي معايا، اقطعها عندي شرايح رفيعه جدا عشان نحطها عندي على الفته من فوق. يبقى دي بصل، طماطم، صويا صوص، شويه ملح، شويه فلفل، ممكن تزودي معلقه مسترد برضه لو عايزه للطعم شويه. وهنديها عصير ليمونه في الاخر، وخلاص كده بقت تمام التتبيله مع شويه زيت ذره. طيب هنقلع ده بقى الكراس. بص عندي على العيش الزيت سخن معايا لسه. يلا نشتغل في الايه، في البصلايه اللي احنا هنبدا نعملها للرز. شويه زيت، واخد عندي التفل اللي احنا خدناه واللي احنا اهو من العصاره نفسها اللي احنا عملناها من الكبه، حطها هنا. البصلايه دي كبيره نشيلها. ماشي، يبقى خدنا الحاجه تبينا بيها الفراخ، والباقي هناخده وهنبدا نشتغل بيه الرز ان شاء الله. طيب ناخد مكعب مرق كده نحطها معاها اهو. يا ست ام معاذ، السلام عليكم. عليكم السلام شيخ محمد. ازيك يا ام معاذ؟ حضرتك عامل ايه؟ والله احنا بنشوف منك كل الحلو كله. والله الله يخليك. ازيك يا ام معاذ، عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله. تمام الله يخليك. ممكن اسال عن طريقه البفتيك؟ البفتيك حاضر، عينيا الاثنين حاضر. هو ليه بيفك يا شيخ محمد؟ ما هو ممكن بيفك عن طريق حاجتين اتنين، التقطيعه مش صح بتاعت البفتيك، تمام، التقطيعه بتاعته مش صح، او التكبيسه بتاعته غلط. يعني انت لازم تكبسيه كويس قوي وتسيبيه في الفريزر نص ساعة بس، نص ساعة. وفي ناس والتقطيع بتاعته مهمة جدا، يعني التقطيعة اللي هو الجزار لازم يقطعهولك وتجيبيه من حد يكون طبعا موثوق، اللي هو يقدر يقطعهولك الشريحة بتاعته تكون رفيعة، وتسيبيه في التتبيلة فترة وتكبسيه. وبعد ما تكبسيه حضرتك كويس قوي، حطي من كل واحدة واحدة منديل بلاستيك وتحطيه في الفريزر نص ساعة بس، نزليه وما تحطيش زيت كتير. يعني حط شويه زيت مع شويه سمنه صغيرين في الطاسه، ما تحطوش زيت كتير. وبتحطلوش بيض؟ لا لا، ما تحطلوش بيض خالص. انا في ناس طبعا بتعمله ببيض، لكن انا ما بحبوش، ما بعملوش ببيض بصراحه، بحس هو بيزفر مني الحاجه. فاهم ازاي؟ شكرا لحضرتك جدا. شايفه الخلطه عامله ازاي؟ اهي البصلايه يا باشا والطماطمايه استفدنا منها، وحطيتنا منها شويه ايه، شويه زبادي، وزبطنا الدنيا. طيب تعالوا بقى ناخد عندنا شويه البهارات. بعد ما حطينا مكعب المرق، بسم الله الرحمن الرحيم، شويه كركم صغيرين، شويه من البهارات، حبه كاري كده حلوين، تحبيشه ولا كلمه. بعد كده بنقوم مقلبين كل ده مع بعضه، ونقوم مهدين النار يا سعاده الباشا. وناخد عندنا دايما وانت بتعملي الرز دايما كده تسيبي حته زبده في الاخر، حطيها على الوش من فوق. بعد ما بتخلص الرز وانت بتخدميه، حطي حته زبده كده عليه من فوق، بيخلي الرزايه حلوه جدا. تعالي ننزل عندنا الرز البسمتي اللي هو احنا عملناه واتفقنا سيبناه منقوع لمده ساعه. وبعد كده نقوم حاطين عندنا الملح، البسمتي بياخد ملح اكتر من البلدي. ريحته حلوه جدا، ما بيتقلبش كتير، ها يا دوب بس الخلطه اللي انا عملتها ديت مع بعض كده اهي. نقوم واخدين عندنا على طول الميه السخنه
وننزل يا سعادة الباشا. بسم الله. بس كده. وبياخد ميه كمان اكتر من الرز العادي، يعني بص اهو شويه ميه كده حلوين اهو عليها. بس كده تمام. وزي ما قلت لك كده بسيب حته زبده كده في الاخر. بص بص بوزعها كده اهو عليها كده من فوق، ونقوم قافلين على شويه الرز الجامدين دول. طيب ناقص ايه بقى للفته؟ ناقص هعمل شويه صوص حلوين قوي بزبادي المراعي. بسم الله. ناخد عندنا الباشا ده المعيار ده، ناخد ايه؟ بسم الله. ادي شويه مايونيز صغيرين، حوالي ربع كوبايه. احنا بصراحه عاملين كميه كبيره، فهستخدم هنجيب العلبه الكبيره ونستخدمها. وده اسهل حاجه، يعني ده اسهل صوص ممكن تعمليه. فاهم ازاي؟ زبادي مع مايونيز مع شويه ملح وشويه توم باودر وشكرا. زبادي طبعا كريمي، هناخد اهو بسم الله زي ما حضراتكم شايفين اهو. قشطه قشطه القشطه. بعد كده شويه من التوم الباودر وشويه ملح يا عمو جيمي. بس بعد كده نقوم جايبين عندنا مضرب سيك كده، نقوم حاطينه كده ونديها كده ايه تقليبه يا باشا. بص 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 عامل ازاي؟ اصحى للكلام. شلون هادي؟ يا 100 100 اه قدام حضرتك اهيت. صوص ايه؟ كريمي كريمي يعني؟ اه توميه زي احلى من التوميه. زبادي مع مايونيز مع توم باودر مع شويه ملح بس، مش اكتر من كده. حطيه على الفته ده صوص فته وشوف هيبقى عامل ازاي. ناخد ام سمر معانا. السلام عليكم. سلام، ازيك يا شيخ محمد؟ ازيك يا ام سمر؟ يا صباح القشطه على عيونك. صباح الجمال يا ست الكل. الله يبارك لك ويصلح حالك يا رب. الله يخليك ويبارك فيك. صباح الجمال. الحاجات الجميله دي احنا عايزين نعزموك عندنا في البحيره بقى. والله العظيم ده احنا شرف فينا والله، نيجي لك على عينينا. الله يبارك لك، ده انت تنور البحيره كلها. الله يخليك يا ست الكل. الله يخليك. الله يبارك لك. عايزين والنبي انا عايزه بقى الفطير الفلاحي. يا من عينيا بس كده؟ بقى كفته البطاطس. عينيا الاثنين حاضر. ده انت تأمري. والنبي تقولهم لي ما تنسانيش. لا اقولهم لك لا، ده دول يا باشا عايزين حلقه كامله، ده احنا يعني. طب خلاص تمام. اه فان شاء الله حاضر. عينيا الاثنين، عينيا. تأمري. اصحى بقى ايه؟ مصدور الفراخ يا باشا اللي احنا نحطها على الفته. ايوه يا استاذنا اهو. انا كده ايه طبقت كل حاجه الفته معايا. طيب وايه تاني؟ كل حاجه معلقين عليها ومنظمين نفسنا، فهقوم ايه مديها على العيش. الخبز الشين اهوت، نقوم مدينه برده تحميره كده حلوه لحد ما ياخد اللون الذهبي. يبقى كده الاربع حاجات اللي انا بعملهم تمام وجاهزين. زي الرز بيختم معايا، زي العيش اهوت بيتحمر. خلي بالك من العيش عشان ما بياخدش وقت معاكي اصلا، طالما الزيت سخن معاكي خلاص هياخد لون ذهبي، عشان لو اغمق بيمرر انت تخلي بالك. انا بحب زي ما قلت لك اخده في الفرن، لان لو في الفرن بيطلع ناشف جدا. الزيت بصراحه بيظبط معايا الدنيا جدا اهو معايا. وبعد كده ناخد التونج ده نقلب الصدور الفراخ ديت. الله الله صل على النبي اهو. قلب وكده الصوص برضو جاهز اللي احنا عملناه بزبادي المراعي، اللي هو خدنا العلبه الكبيره حطينا عليها ربع كوبايه او نص كوبايه من المايونيز، بعد كده حطينا شويه ملح ومعلقه كبيره من الثوم الباودر. احنا جاهزين، بس ايه الاكل لسه ما جهش، فبعد الفصل ان شاء الله نعمل لكم الطبق ده ونجمعه لكم ان شاء الله، ونشوف الفته هتبقى عامله ازاي بعد الفصل.
اهلا بحضراتكم، رجعنا تاني بعد الفاصل. بنشتغل دلوقتي وبنعمل الحاجات الفته الجميله. الخبز ذهبي ذهبي، فراخ استوت يا باشا، الماز اهو كله ذهب النهارده، كله ذهب اهو، فراخ برده لون الذهب الجميل واخده اللون الحلو قوي بسبب الصويا صوص طبعا اللي حطيناها والتتبيله. دايما بقول كلمه ان لو اي ست بيت بتطبق اي وصفه من اي شيف، خصوصا البرامج اللي على الهواء، تطلع احسن من الشيف بكتير. ليه بقى؟ لان احنا لما بنيجي نتبل الحاجه ما بنقعدهاش 10 دقائق او بخمس دقائق وبعد كده بنبدا نطبقها عندنا على النار او في الفرن. لكن انت في البيت تغسلي الحاجه احنا الحمد لله هنا طبعا بنغسلها كل حاجه، كانك على التتبيله واللي احنا بتاخد وقت اللي هي تقعد ساعتين او ثلاث ساعات. فانت الحاجه لما بتيجي تعمليها صدقيني تطلع لون احسن من كده كمان. تعالوا بصوا دي ادي برده الرز ذهب الذهب يا باشا. ادي تقليبه اهوت. بص ما شاء الله. هو ده الكلام. طيب على ما ايه؟ ما الرز عندي يختم، احنا ممكن نطبق الكلام ده اهوت عشان احنا غسلنا ايدينا عشان نشتغل في الحلو. ونشوف عندنا السابليه هنعمله ازاي. نزل مقادير عجينه وفي مانجا وفي حركات النهارده جامده جدا وفي بسكوته وهتاخد شوكولاته، فالطعم في حته ثانيه. يعني طعم السابليه اصلا تاخدي كده بيس صغير كده هتلاقيه في حته ثانيه خالص. يلا بينا. وهقول لك على حاجه تقدري تعمليها مكان فورمه التارت اللي احنا عاملينها فيها. اول حاجه عندي الزبده، كوبايه من الزبده، نص كوبايه من السكر البودر، 2 عدد ابيض بياض بيض، باكو من الفانيليا، وعندنا 3 كوبايات من الدقيق، معلقتين كبار من الكاسترد البودر. شكرا يا استاذ جيمي. خلينا في العجينه واحده واحده، خلينا في العجينه بس. سيب الحشوات وسيب كل حاجه، وخدها في العجينه لان هي دي الاساس. كوبايه زبده، نص كوبايه سكر بودر، عندنا 2 عدد بياض بيض، وبعد كده عندنا باكو من الفانيلا، وبعد كده عندنا 3 كوبايات من الدقيق، وعندنا 2 معلقه من الكاسترد البودر. هنبدا نحطهم في الاخر عشان يدي اللون اللي انا عايزه بتاع المانجا. فاقوم حاطط عندي كوبايه من الزبده الطريه، يا ريت بقى تكون طريه طريه، يعني كده كده اصلا الجو بدرجه حراره الغرفه والله بصراحه درجة حط الغرفة يعني هتلاقيها ايه سايحة. بعد كده ايه ننزل ونشغل. انا حاطط بضرب سلك لان الزبدة طرية. هناخد بياض البيض لوحده. هذه الصفارة هي لوحدها خلاص كبير. نشغل. سيبيها تتضرب كويس جدا مع بعض، وبعد كده نقوم نسيب عندي بياض البيض مرة واحدة. بسم الله اهو. شوية الفانيلا صغيرين برضو مع بعض اهيت، نقوم حاطينهم باكو يعني. بعد كده بنقوم حاطين عندنا الكاسترد اهو مع 3 كوبايات من الدقيق. 3 معالق، شكله مش هيبان في الكاميرا يعني لان هو اللون قريب جدا. ولكن بقى لما بتعمل العجينه بيبان، لازم تقلبيه كويس قوي في الدقيق قبل ما تنزليه العجينه عشان ما يخرجش منك جوه العجينه. ننزل. بعد كده طبعا نحط عندي الثلاث كوبايات دقيق والكاسترد زي ما اتفقنا وننزل. لا ما تخافوش مش هضربه كتير عشان طبعا الايه المضرب السلكان. بس ايه؟ ابقى عليا عليها. يعني المفروض الخطوه دي نبدل بمضرب الكف على طول. لكن احنا مش لاقيينه فخلاص ايه نتصرف.
هكمله على ايديا انا، مفيش مشكله. بص اهو، عجينة بقى تتماسك معايا قدام حضرتك اهيت. نبدا ان احنا نسيبها في التلاجه، لازم بقى تسيبيها في التلاجه مش اقل من نص ساعه كده، وبعد كده بنبدا ان احنا ايه نفردها ونشتغل بيها. ماشي، دي عجينه الايه السافليه بتاعتنا. هنقل ده بس ورا هنا عشان ببدا ان انا افردها فرده حلوه في فورمه التورت اللي حضرتك كده شايفاها. ولو ما فيش فورمه التورت دي، انا اشتغلت في صينيه كاتش نوفا اللي هي موجوده، هتلاقي موجوده في طقم الحلل دي، تقدري تعملي فيها التورت جامد جدا على فكره. الصينيه دي وهنفردها ان شاء الله في السيجمنت اللي جاي، بس بعد ما العجينه تريح شويه هفردها لكم، وتعملي لها حروف وكل حاجه تطلع مظبوطه وزي الفل، وتسويها على درجه حراره 180 كمان. طيب ناخد ام مصطفى معانا. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك عامل ايه؟ ازيك يا ام مصطفى، الله يخليكي. الله يخليك، انا بشكرك والله على الرز المعمر انا عملته. الله يخليك، الله يخليك يا ست الكل، تسلمي. الله يخليك يا رب، وتسلم ايدك على اللي انت بتعمله دايما. شكرا كتير. الله يخليك يا ست ام مصطفى، من ذوقك والله. الله يخليك. عايزين بقى ان شاء الله تقول لنا بقى على المانجا وتخزينها وانواعها ايه بالظبط. طبعا طبعا، عنايه للتين. قلنا ان شاء الله حلقه خاصه جدا جدا عن المانجا قريب جدا. حاضر، هنعملها ان شاء الله. الف شكر يا حضرتك، بارك الله فيك يا فندم، مع السلامه. البسكوته دي بعد ما تطلع بتتفرد، وهوريها لك ان شاء الله زي ما اتفقنا في السيجمنت اللي جاي. بتدخل على درجه حراره 170، تبدا اللي هي تاخد اللون الذهبي ده. بعدها بتطلع عشان في كريمات وفي مانجا وفي حاجات فيها ميه، فانا ما ينفعش اسيب السابلي كده، لازم اديله شويه شوكولاته حلوين. بصي شوكولاته بيضه، ده بيحافظ على التارت حلو جدا، وفي نفس الوقت بيدي طعم جامد جدا. ولما اجي احط دي في التلاجة، الحاجة دي في التلاجة، السابلي يطلع ناشف زي ما هو، ما يبقاش طري. فرشة كده يا باشا، الله عليك، شكرا كده، تمام التمام. نيجي بقى نعمل عندنا الكريمة الحشو اللي هنبدأ نشتغل فيها. واصحى بقى دي بقى عشان دي شغل عالي. عندي كوبايه من الكريم الباستري، بقوم حاطط عليها نص كوبايه بس من عصير المانجا، واقوم حاطط عليها كوبايه من الحليب. واخدين مضرب سلك دهوت، ونقلب الكريمه دي مع بعضها. يا نهار ابيض على حلاوتها. هي طبعا الكريمه بتبقى فيها سكر، بتبقى فيها كل حاجه. نقلب نوع المانجا اللي انا جايبها النهارده ايه؟ دي تومي. تومي انواع كتير قوي بصراحه، يعني الواحد لو قعد الصبح مش هيخلص من الانواع. انواع كتير جدا جدا من المانجا المصريه عندها ما شاء الله، يعني انواع رهيبه، وكلهم بصراحه حلوين، وكلهم كل واحد له شغل يعني. بس دي تومي انا جايبها، بحبها برضو من الحاجات المانجات اللي انا بجيبها، و بتطلع لي اللحم حلو. يعني بص يا جيمي عامله ازاي، بتطلع لحم حلو، فيها لحم ما شاء الله. اه والله. تعالى يا باشا بقى، ايه نقوم واخدين عندنا الكريمه، الصلاه على النبي بقى، اهو على الشوكولاته، على الشوكولاته اديله، هتجمد دي دلوقتي، خلي بالك الكريمه دي بتمسك. ها نقوم واخدين دي واوزع، يا مدام ياسمين السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ ازيك يا مدام ياسمين، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. بقول لحضرتك، هو انا لو عندي لوز او لوز وبندق، ايوه، احطهم في الثلاجه ولا احطهم في المطبخ؟ لا لا في المطبخ بره، ما تحطهمش في الثلاجه. الثلاجه انا حطيتهم في الثلاجه وبقى طري كده، بيطروا إيه؟ بيطروا، لسه اقول لك، بياخدوا رطوبه لو مش متقفلين كويس، بياخدوا رطوبه للاسف. طب اعمل ايه كده؟ حمصيهم بقى،
حمصيهم وحمصيهم وحطهم في برطمانات، سيبهم يبردوا وبعد كده حطهم في برطمانات واقفلهم كويس وحطهم في المطبخ عادي. شكرا لحضرتك. عفوا يا فندم، عفوا، شكرا. اهي هي بنت اللذينه ديت، هم ادور عليها عشان هي هديها حروف الاول كده. اقطع شرايح. دي الحروف بس، لكن الباقي يبقى مكعبات. عايزه والله يعني مزاجك رايق بقى وتعمليها كلها شرايح بتطلع زي الورده كده، يا نهار ابيض بتطلع شكلها جميل قوي، بس دي تاخد وقت. انا بس هعمل الحروف من المانجا. تعال ناخد كده، بسم الله اهو. ونرص بقى الرصة التمام عشان هي السيجمنت اللي جاي نبدأ ايه نفرد، نطلع الحاجات الجميلة اللي احنا عملناها بتاعت الفتة. وعايزين بقى ايه سطل كده حلو عشان نحط العيش وبعد كده الرز وبعد كده الفراخ والصوص، وما بتاخدش وقت خلي بالك والله، وخفيفة يعني كده. هي قايمة؟ لا تمام، موطى عليه اهو. بس بقى تعملي لها حروف كده حلوة وشيك، تطلع معاك شكلها حلو قوي وقمر يعني اهو. شفتي بقى الشريحة لما تيجي تقطعيها تكون كلها المانجا برضو لما بتبقى مساعدة فبتعرفي تقطعي شرايح، تعرفي ان انت تشكليها صح، فاهم ازاي؟ وطعم كمان خلي بالك، يعني مش موضوع بس شكل، لا وطعم كمان. طيب نعمل ايه في الباقي؟ ممكن نديلها صف كمان. يلا طالما عندنا شرايح من المانجا، ده هي لما بتكمل كلها شرايح جنب بعضها كده بتبقى شكلها جميل اهو. بس انا هعملها مكعبات بصراحه الباقي. تجمد ماشي الكلام. طبعا في جيلي تلميع فواكه لو عندك، يا سلام تبقى مزيكا، تحافظ على المانجا اكتر واكتر. لما بنروح محل محل حلويات بنلاقيهم طبعا عندهم، طبعا انتوا طبعا بيجيبوا الجوالين الكبيره ما بتتباعش بالكيلوهات، كان زمان بتتباع لكن دلوقتي ما بقتش بتتباع خالص لان السحب عليها كان قليل. جيلي تلميع الفاكهه ده بيبقى عامل زي الازاز كده، بيتم اللي هو انت بتحطيه على النار بتسيحيه، وبعد كده حضرتك بيحافظ على الفاكهه لما تيجي تحط فين؟ في الثلاجه. يعني خليها مثلا تقعد اربع ايام. انت في الطبيعي ان انت هتعمليها لو هتعمليها للاولاد نفس اليوم، يعني لو عملت حاجه زي كده عظمه يعني ان شاء الله مش هتقعد ساعه. يلا مانجا بقى مكعبات يا جيمي. نقوم حاطينها هنا على الكريمه. يا ام هنا السلام عليكم. تمام، ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا ام هنا؟ عامل ايه؟ ازاي صحتك؟ الحمد لله كل سنه وانت طيب. ايه رايك في طارة المانجا ده؟ جميله، كل حاجه من ايدك حلوه. بالهنا والشفا يا ست الكل، ربنا يحفظك. يا رب يحفظك من كل شر يا رب. الله يخليك. انت عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله في نعمه، ربنا يحفظك. ربنا يجعلكم بخير والله، انتم محترمين والقناه والله مطلعه ناس محترمه. الله يخليكي، تسلمي. اللي بيكلمونا والله محترمين وكلكم والله محترمين. شكرا لك والله. ربنا يبارك لكم ويحفظكم يا رب. موجودين هنا لاسعاد حضراتكم بس. يا رب يبارك لك. الله يخليك ويبارك فيك يا رب. تسلمي. ليك اي سؤال؟ السلام عليكم. السلام ربنا يبارك لك. قلت لهم اصبح عليك ولا صباح العسل. طيب. صباح العسل، شكرا ليك، مع السلامه. ما هي في انواع كتير بقى. ما عندك النوع ده، ده جامد جدا، وفي في التيمور برضو كنت زمان على طول بشتغل بيه. يا ابني ما انا قلت عليه، انت نسيتني الله يسامحك. تومي 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 والله تومي تومي
تومي. ايوه مانجا اسمها تومي. لا انت جاي تهرج. واحد يقول لك توم وجيري والتاني يقول لك يا توني يا خليفه وحاجه. عندنا قليشة. كنانة ده عايز ضرب النار. بس يا باشا تعالى هنا. وفي الصديقة طبعا. في النعومي. كل الحاجات ديت بتنفع كتير جدا للحم يعني. يا باشا ده اهو شويه تارت مانجا محترمه. هكبس كده كبسه بسيطه عشان كله يطلع. طيب في لو انت ما عندكيش جيلي تلميه وعايزه برضو تديها لمعه كده تعملي ايه؟ تجيبي باكو جيلي مانجا، جيلي مانجا عاديه، حط عليه شويه ميه سخنه صغيرين، ما تحطيش نص لتر، لا لا لا، نص كوبايه ميه سخنه جدا. تقومي حطاها وتقلبيها وتلمعي بيها الباشا ده، تطلع واخد طبقه كده من التلميعه فبتطلع في حته تانية خالص. تاتش بسيط جدا. انا عايز كريستيني اتنين ان هما بيبقوا حابين بعض دول. مفيش حد حاجه بتحب بعض هنا والله. اهي بص اهو. انا بحب كريستيني بيحبوا بعض دول. بص دول. بص هوب هوب هوب. بس يا باشا تاتش بسيط. لاف لافو بقى بعيد عننا. تعال نبص على الرز يا جيمي. بسم الله اللهم صل على النبي. شويه رز عالمي خلاص اهوت خلص معايا. كنت موطى عليه النار خالص وكده يكون كله تحت السيطره. بعد الفاصل هنقطع عندنا صدور الفراخ ديت ونبدا نعمل عندنا ان شاء الله نقدم مع بعض الفته بعد الفاصل. تاني بعد الفاصل نطبق عندنا الفته وخلاص عشان ايه نروق كده الدنيا قدامنا للليمون البرازيلي الجميل. اجيب عندي السرفيز زي ده، نحط عندنا العيش، نوزع عندنا العيش الشامي بالشكل ده. بعد كده نقوم واخدين عندنا الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه رز ما شاء الله طالعين ولا كلمه، حيتهم حلو قوي. خدناها وقطعناها برضو. بعد ما طلعت بص قطعتها بالسكينة. هنحطها كده ونوزعها. هذا الكلام. بعد كده يا باشا الصوص اللي احنا عملناه بالزبادي المراعي وبالثوم الباودر وبالمايونيز، والله ده شغل عالي. الله 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 الله. ماشي نحط السرفيس ده هنا كده. طبعا عندك بالشكل ده تمام يا باشا تمام. تعالى بقى ايه نشوف الليمون البرازيلي. هو بس هو ليه يقولوا عليه ليمون برازيلي؟ بالحليب المكثف بس، هو ده الوحيد، الحاجه الوحيده اللي بتفرق الحليب المكثف هو بس اللي هو بيفرق معانا في الليمون. طريقه خفقه سهله جدا. بصي ميه اهو، اديها ميه. نجيب كام ليمونيه كده حلوين بالقشره بتاعتهم يكونوا مغسولين تمام يا جيمي، بالقشره بتاعهم كده وكده. اهو
ناس تقول لك قشر قشر اللي بره، ما تقشريش حاجه يا جماعه والله، يعني مش فاهم يعني. انا بقول لك واخد الموضوع ده من واحد بتاع باريستا كبير يعني، والمعلم حسام هيبقى موجود معانا قسط كبير ده ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله. هنعمل شويه حاجات حلوه قوي بالقهوه. ناخد الليمون زي ما هو متقشر بالقشر، ننزل في الميه ونضرب نص ضرب من غير اي اضافات. بس نشيل اكتر من كده يمرر، نشيل ونقوم مصفين. كده اهو طلع عندنا كل القشر ده كده بره، حط الباقي. شايف القشر نازل عامل ازاي؟ اهو خلاص الليمون خدناه استفدنا منه تماما. نقوم واخدين الباشا ده كده وحاطينه هنا، وبعد كده نقوم واخدين الشفشق حاطينه تاني في الخلاط. ناخد الاستاذ ده هنا ونيجي بقى للحركات. تلج اديله تلج، ترحموش بقى. حليب مكثف هو ده اللي يطلع لك احلى ليمون برازيلي. مفيش سكر، هو خلاص حليب المكثف ايه بتظبطي بقى طبعا درجه السكر بتاعته زي ما انت عايزه. ونقفل ونشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. لا والله عايز شويه كمان. زين شويه كمان. ممكن العب بشويه سكر برضو معاهم بصراحه. انا اصلا عطشان وعايز اشرب، انا بظبط له السكر قوي عشان ايه شوف الحوار ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. مزيكا. طبعا اللي عامل اللون ده الليمون مع الحليب المكثف، فبيعملولك بيعملوا اللون اللي حضرتك كده شايفاه. سيب شويه في الخلاط عشان الفوم ده هيهدى شويه، فايه هبقى ازود شويه على كل واحده. جيبوا لنا بقى ليمونات كده حلوه يا مساء الانتعاش. ايوه يا استاذ، ايوه يا استاذ، ادينا يا باشا في الانتعاش. ماله؟ في واحدة كانت صغيرة هنا اهي، بس يبقى اللون ايه مظبوط وزي الفل. خد الشعار البرازيلي اهو، بقت موقوسة في الكورة البرازيل والله. اي فرد حط عليها يا نهار ابيض على الجيل الذهبي بتاع زمان، والله العظيم كان رعب رعب. استاذه ايمان السلام عليكم. ازيك يا استاذه ايمان؟ الحمد لله. والله عامله ايه انت؟ كويس؟ الحمد لله بخير. الله يخليك. ايه الاخبار؟ الحمد لله. والله انا مش قادره اقدم مكان بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه ايمان، والله ده شرف لينا. انا من الصعيد. يا اهلا وسهلا احسن ناس. الله يخليك. الله كله تمام والله زي الفل يا رب دايما. الله يخليك. انا عايزه اقول لك ان انا بحبك انت، وشوف نونا وشوف فاطمه وشوف دعاء وشوف الاء وكلكم. الله يخليك. وشوف وحيد حبيبنا طبعا. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك يا استاذ محمد. عندي سؤال معلش. اتفضلي.
عندي الحليب المكثف مش عارف نعمله. مش عارفه ايه؟ مش عارفه نعمله، عايزه ازاي نعملها. ما هو لسه عامل بيه ليمون، ليمونه برازيلي، ليموناتا كده عاملها بالحليب المكثف، عايزك بس تجربيها. امشي بنفس الطريقه. حضرتك حضرتي الوصفه؟ حضرتي حضرتي الوصفه اللي احنا عملناها بالليمون؟ لا، الحليب المكثف ازاي نعمله؟ ازاي نعمله؟ تمام. لتر حليب كامل الدسم مع كوبايه الا ربع من السكر، بيتقلب على نار هاديه جدا. يغلي، بعد ما بيغلي بتقوم هاديه النار خالص، وتفضلي تقلبي 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 لحد ما يتبخر الحليب ويطلع لك عندك الحليب المكثف في الاخر، منتهى السهوله يعني. طبعا في طريقه ثانيه له، بيتعمل بالسكر، باللبن باودر وسكر باودر وحاجات تانية، لكن انا بكلمك على الطريقه دي الاصليه يعني. في بدايل له، في بدايل له، هبقى اعمل لكم البدايل ان شاء الله بتاعته لو حابين تعملوه وتعملوا البدايل بتاعته، لكن هو ده اللي بقول لك الطريقه بتاعته، اللي هو الحليب والسكر يفضلوا لحد ما الحليب يتبخر، وفي الاخر ما هو اسمه لبن مكثف ليه؟ عشان بيتكثف واللبن بيتبخر. بس بص عجينه السبليه يا استاذ بقى اللي احنا عملناها اهي، بحبها جدا المردانه ديت على فكره، من احلى المردانه اللي حبيتها في حياتي والله. دي من ساعه ما جيت القناه وهي موجوده معايا والله، دي سبحان الله تتفك وتتحط على الارض 100 مره وهي خلاص يعني حفظتها. وزي ما هي. بص يا باشا، الطارت بتاع الصينيه بتاعت البيتزا بتاعت كيتشي نوفا تقدري تعملي فيها الطارت اهو يا باشا اهي، يعني تقدري تعملي فيها بيتزا وتقدري تعملي فيها التورت اللي انا بشتغل فيه ده اهي. بس بقى ايه اهم حاجه قبل ما تشيلي الحروف، ما تستعجليش، سكنيها الاول بايدك كده وبعد كده شيلي الحروف عشان الحروف ما تنزلش كده. ماشي، بص يا جيمي هنا بدي كده، بص كده تضغط اهو كده او بالمردانه كده اهو بالمردانه كده. عايز تعمليها كده براحتك خالص، هوب بنقوم شايلين الزياده ديت وبعد كده نقوم رايحين ومسكنين الفورمه دي كويس قوي بقى بايدينا كده. لازم كده، بص الحركه دي، الصابعين الاثنين يا جيمي، الصابع ده وده، بص يا باشا اهو، الله عليك يا استاذ والله، اهو يا باشا كده، عشان بس الناس لو هتصنعيها تصنعيها صح. بص عامله ازاي، تحس ده ايه كماشه كده للعجينه عشان تطلع الطرت مظبوط وزي الفل. احلى حاجه انك تحط الطرت ده في الثلاجه شويه وبعد كده تدخليه عندك الفرن. طيب انا بقى عايز احافظ على الحروف دي ما تنزلش، بديها فويل وبديها اي بقوليات عندي، اي لوبيا، رز، عدس، فاهمة ازاي؟ فويل. والحاجة اللي انت بتحطها دي هنا دي بستخدمها تاني في حاجات تانية يعني، بسيبها بالفويل بتفضل معاه بالسنين، فاهمة ازاي؟ يعني انت حطيتيها وكبستها هي، هتقولي لي ايه هو الرز ده ينفع نستخدمه؟ لا هو نشف. طب والعدس؟ ما هو نشف مش هينفع تستخدميه تاني، دخل الفرن نشف معاك، بس بتسيبيه زي ما هو وتحطيه عندك عشان لو جيتي عملتي اي حاجة طارت تانية تقدري تستفادي منها. طيب الفويل لازمته ايه مع البوكليت انت تحطيها عشان الحروف دي ما تنزلش لتحت ويفضل التشاب بتاعها زي ده كده ماسكه نفسها، وتقدري ان انت تعملي الحروف بتاعتها زي التارت اللي احنا طلعناها كده يا جيمي. فاصل وبعد الفاصل نواصل.
اهلا بحضراتكم، رجعنا تاني بعد الفاصل، وكنا منزلين بوست على صفحه المطعم، برنامج المطعم موجود على الفيسبوك. دي صفحه البرنامج يا شباب، لو نعرف نجيبها يا جيمي. دي صفحه البرنامج الخاصه بالقناه قدام حضراتكم العبد لله. صفحه فيها عليها 1.5 مليون فولورز. طبعا ده هي دي الصفحه. الاخ محمد كنا بنعمل هنا ايه؟ ده احنا هنا الكفته اللي بتاعت امبارح احمد اهو قدام حضراتكم، وده مهرجان السمين برضو على فكره. بص كل الحاجات دي اللي بتتصور دي، دي الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها، ده بره البرنامج اصلا، فبتلاقيها ظريفه جدا وبتلاقيها كواليس كده جميله ان شاء الله تعجبكم. بصوا الدوناتس، فكل حاجه هتلاقوها موجوده هنا على البيتش. ده كده كنا بنهرج، ده شوكليت كيك اللي احنا عملناها، دي كيكه البرتقال اللي احنا عملناها، فبنديكم التفاصيل. ودي ده البوست بقى اللي احنا كنا منزلينه قدام حضراتكم، نفتح الكومنتات ونقراها ونشوف. وبكره كمان ان شاء الله هيبقى موجود معانا، يعني السوشيال ميديا هنبدا نقرا من شويه الحاجات اللي انتوا بعتوها لنا. لكن انا بقول لك ازاي تقدري تخشي على البرنامج بطريقه سهلة جدا سواء على الفيسبوك. طيب لو عايزين تخشوا برضو على الانستجرام برضو، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، تكتبي هنا في السيرش برضو بي ان سي اهو، بي ان سي بي ان سي اهو اهو، ده برضو ده قدام حضراتكم 500,000 متابع على الانستجرام اهو، هتلاقوا فيه ريلز كتير جدا ليا ولاخواتي الشفاء طبعا الموجودين معايا هنا، هتلاقي موجوده كل حاجه اهوت. ده ايه؟ اكيد افتح انا الجلاش. بص اهيت كل ده، بص موجود قدام حضراتكم والكواليس قدامك بتنزل مع الصور اللي انتوا بتشوفوها، فان شاء الله اي حاجه انتوا عايزينها بتلاقوها موجوده على طول. الصواني برضو اللي احنا اشتغلنا فيها، ادي صينيه التورت، بص بعد ما روقتها وظبطتها، دي صواني من ضمن الصينيه اللي موجوده في الطقم الموجود من كيتشنوفا المصري، اللي هو الجرانيت التانيوم، ده الفيجن الجديد اللي هم منزلينه، وحاجه محترمه جدا. الكوتنج زي ما انتم شايفين من جوه اهو، تحط يا باشا الحاجه فيه ما تلزقش خالص. عملنا فيه الرز، عملنا فيها النهارده التورت السابليه اللي احنا عملناه بالمانجا، وعندك الحلة الكبيرة دي هي بس الموجودة عندهم في مصر، يعني الحلة الكبيرة دي بتاعت العزومات دي هتلاقيها موجودة. طقم كامل متكامل، ورقم التليفون قدام حضراتكم والكيو ار كود قدامك برضو. حلقتنا خلصت ان شاء الله النهاردة، اتمنى الحلقة تنول عجبكم. بشكر طبعا طقم بي ان سي كلهم بقيادة المخرج الاستاذ احمد جيمي، شكرا، اشوفكم على خير، السلام عليكم. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.